السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ستارز أماني. اليوم جبت لكم فيديو عبارة عن حلويات بمناسبة عيد الأضحى، كيجيو لذاذين بزاف وسهلين التحضير. نتمنى أنكم تجربوهم. من واللي بغى المقادير وطريقة التحضير ما ينساش يتابع الفيديو إلى الآخر، وما تنساوش لايك سبسكرايب تبارتاجيو وتكومنتيو. فيلا معايا باش تعرفوا المقادير وطريقة التحضير. دابا ندوزو المقادير. نحتاجو ساشي فاني، نحتاجو نص كاس معمر ديال السكر سنيدة، ربع ديال الزبدة، معلقة كبيرة ديال الخل، هنحتاجو نص كاس معمر ديال الزيت، ونحتاجو نص كاس صغير ديال ماء الزهر. كيف ما كتشوفو دابا درت الزبدة ونزيد كاس ديال سنيدة ونخلط مزيان. ودابا نزيد ساشي فاني ودابا نزيد الزيت ودابا نزيد ماء الزهر ونزيد شوية الخل. كيف ما كتشوفوا خلطت مزيان، ودابا نزيد الدقيق كيبقى حسب الخليط. كيف ما كتشوفوا كتجي العجينة خفيفة بزاف. كيف ما كتشوفوا دابا خديت التمر بخرته، وملي بخرته زدت عليه الزنجلان والزهر والقرفة. ودابا ندوزو لطريقة التحضير. كاينين جوج طرق باش نبسطوا العجين ديالنا. دابا ندوزو لطريقة التحضير. اول حاجة نبدا بها هنشد العجين ونبسطه على هذه الطريقة هذه، وندير الحجم ونجمعه، وهكا نكمل العجين ديالي ونتلاقاو. دابا ندوزو المقادير. نحتاجو ربع ديال الزبدة، جوج بيضات، دو ساشي ديال الفاني، ساشي ديال الخمارة، كاس ديال كريم باتيسيير، كاس ديال الزيت، وكاس ديال السكر كلاصي. ودابا كيف ما كتشوفو درت الزبدة ودرت كريم باتيسيير، ودابا غندير الفاني وندير سكر كلاصي. ودابا هنجمع الخليط ديالي ونتلاقاو. كيف ما كتشوفوا بعد ما عجنت العجين ديالي ودرت الدقيق، وكيبقى الدقيق حسب الخليط، ودرت الخميره ساشي كيف ما وريتكم في المقادير. ودابا هنزين، ودابا هندير البوق
خديت العجين ديالي ونشكلها على شكل وريضه كيف ما كتشوفوا، هكا كتجي. وزينتها انا بالفواكه الجافه، ندير اللون بحال هكا فلوس، كتعطي منظر زوين. كما كتشوفوا دابا خديت البوق ودرت فيه العجين وهنديرها على شكل وريضه بحال هكا. وهنا خد فاكهه من الفواكه الجافه كيف ما كتشوفوا، وهكا نكمل العجين ديالي ونطلق. كيف ما كتشوفوا قديت معكم النص ديال العجين اللي درتو بهذيك الطريقه على شكل ورده وداب بالبوق. ودابا هندير الطريقه الثانيه اللي هي شديت العجين ديالي ودرت على هذا الشكل هذا وبسطها بالفرشيطه بحال هكا، وهكا نكمل العجين ديالي ونطلقه. وهذه هي النتيجه الاخيره ديال الحلوه ديالنا، هكا كتجي لذيذه بزاف وسهله التحضير. نتمنى انكم تجربوها وتضغطوا على زر اللايك، سبسكرايب، تبارطاجيو وتكومونتيو. باي باي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.